السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتيرة منكم بتسألني احنا هنعمل ايه في مادة مهارات الاتصال والعقد. فاحنا قدامنا حاجتين هنشتغل عليهم. الحاجة الأولانية الويب سايت اللي هو اسمه سيد اناوي دوت كوم. هندخل على جوجل ونكتب سيد اناوي دوت كوم اللي هو الويب سايت ده وتتك انتر. الحاجة التانية هيبقى الموديل. الموديل انت حضرتك هتخش بالاكاونت بتاعك، بالسي اتش بتاعك، باليوزر نيم والباسورد بتوعك، هتلاقي كل الكلام ده هو موجود على الموديل اللي متسجل على المعهد. طيب هنعمل ايه؟ هنفتح كورسز، ومن كورسز هتلاقي ماده اسمها كوميونيكيشن اند بريزنتيشن سكيلز، الاتصال والعرض، مهارات الاتصال، كوميونيكيشن اند بريزنتيشن سكيلز. واحده واحده كده مع بعض. اول حاجه كان في شيت بقول لحضرتك فيه في الريبورت اكتب لي اسمك بالعربي عشان يبقى انت دخلت معانا. هتروح داخل كده اهوت حضرتك هنا كده، وكل اللي هتعمله هتيجي في الكومنت ده تروح كاتب لي اسمك اهو والسي اتش بتاعك اهو، تروح كاتب، تروح عامل لي بوست كومنت. تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه مطلوبه من حضرتك، تلاقي مطلوب منك الشيت الاول من مهارات الاتصال والعرض، اجب على الاسئله التاليه في كومنت. ادي الشيت الاول اهو، ادي الاسئله موجوده اهي. بنقول السؤال الاول عرف عمليه الاتصال، متى يتم الاتصال، وهكذا. وحضرتك بتروح جاي زي ما زميلك كده مجاوبين، الاتصال عباره عن كذا، ده محمود محمد عبده، دوت مش عارف مين، حد تاني مجاوب اهوت اهو، حلمي، وادي واحد تالت، وغيره وغيره وغيره. هتيجي تروح كاتب الاجابات بتاعتك بنفس الطريقه وتروح عامل بوست كومنت. طيب ايه الحاجه الثالثه اللي مطلوبه من حضرتك؟ هتلاقي موجود لحضرتك امتحان، اسمه امتحان زي ده ميد ترم كده، او كويز كده، زي حاجه بسيطه جدا اسمه كويز اهو. هتعمل كليك هير، هيقول لك والله اسمك ايه، هتقول له نيكست، اسمك بالعربي ايه اهوت، السي اتش بتاعك هنقول اهوت محمد، وادي السي اتش بتاعك اهوت، وهتروح عامل نيكست. هيقول لك اجب على الاسئله الاتيه، ادي 1 2 3 4، هتجاوب على الاسئله اهوت اهوت، وتجاوب على السؤال اللي بعديه اهو كده، وانزل هات السؤال اللي بعده اهوت كده. طبعا الاسئله دي السؤال، وادي الاجابات، وادي إجابة. طبعا انا بجاوب اي حاجة عشان محدش يتخيل ان دي الاجابات اهوت اهوت، وتعمل سبميت. هتلاقيه بيقول لك ثانك يو. لو ما قالكش ثانك يو يبقى انت كده عندك مشكلة. ثانك يو فور سبميتنج، اهو شكرا لحضرتك انك بعت الاجابة. تمام، نرجع تاني نشوف ايه الحاجات المطلوبة مننا. هنيجي هنا، جميع المحاضرات، ده الاول الكتاب، ادي الكتاب الكامل بتاع المادة موجود هنا بالكامل. هتروح واخد اللينك ده اهو، جاي هنا كده في تاب هنا كده، فاتحه كده ومنزل حضرتك كده اهو. هتلاقي تحميل الكتاب اهو، الكتاب نزل معاك اهو، كتاب مهارات الاتصال والعرض اهوت، وهتروح منزل كل حاجة في الكتاب. شكرا لحضرتك، داونلود. تعالى بالنسبة للمحاضرات، ادي جميع المحاضرات اهي، ادي المحاضرة الاولانية. هتجيب كده المحاضرات اهيت كوبي، وتيجي هنا كده تفتح الدرايفر حضرتك، هتروح منزل المحاضرات اللي عندك بتاعت الاتصال والعرض كلها. المحاضرات دي تباعا بتتشرح بالفيديو كمان لو حضرتك المحاضرة الاولى التانية التالتة والرابعة الخامسة السادسة. شكرا جدا لحضرتك. تعالى ايه كمان موجود، والله يعني كمان هتلاقي عندك أسئلة سابقة بحلولها أهوت، آدي كمان. بص حضرتك الدنيا جميلة جدا يا باشمهندسين، والدنيا أسهل مما تتخيل. آدي بنك أسئلة 29 صفحة، آدي السؤال الأول وإجابته، السؤال وإجابته، السؤال وإجابته، السؤال اللي عليها هايلايتد أصفر ده دي الإجابات، وآدي بنك أسئلة كبير جدا. شوف 29 صفحة. كل اللي حضرتك هتعمله هتعمل داونلود وهتنزل الأسئلة دي كلها وتنزلها، يبقى كده
كل ما يخص ماده مهارات الاتصال والعرض بالكامل يعتبر موجود هنا. كمان الموديل عندك هيكون عليه كل الحاجات اللي موجوده، هيكون عليه كل الحاجات اللي موجوده، كمان يضاف لذلك ان المحاضرات دي هيبقى تباعا هتترفع لك كمان فيديو، يعني كمان الباوربوينت اللي عندك مشروحه للصوت. وطبعا هنقول للناس كلها يا باشمهندس دي الحاجات كلها قدام حضرتك، قدامك وقت قاعد في البيت ذاكر، خلي عندك اطلاع انك تشوف تعليم وتعلم، بص للحاجات بشكل افضل، بص للمعلومات، اتفرج على حاجات على الانترنت. الامتحان شكله جاي ازاي؟ هيجي امتى؟ ما تشغلش بالك، كل ده ان شاء رب العالمين مرحله قادمه. والدنيا والمحاضرات اللي كانت موجوده قبل كده اللي اتشرحت موجوده قبل كده، الناس تركز فيها هي والاسئله اللي موجوده. وكمان الموديله ما ننساش الناس تشتغل عليه وتبص على الحاجات اللي موجوده عليه بالسي اتش. طيب احتجت اي حاجه انا موجود والدكتوره مروه موجوده، تواصل معانا باي طريقه ممكنه. ربنا يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، والازمه دي تعدي على خير، وربنا يوفقكم، والف شكر لكم جميعا. شكرا يا باشمهندس.